اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بدراسة أبو البشر، أول نبي أرسل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. اللقب، اللقب أبو البشر، آدم عليه الصلاة والسلام. الزوجة، الزوجة حواء، وخلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. الأولاد، الأولاد ذكر أهل السير بعض الأسماء، وإحنا قلنا سنسير على ما ورد في الكتاب والسنة. لم يرد عندنا في الكتاب والسنة تسمية قابيل وهابيل وشيث. ذكر أهل السير أن قابيل وهابيل اقتتلا، وسيرد إن شاء الله تعالى القصة، لكن لم يرد في كتاب أو سنة ذكر قابيل وهابيل بهذا الاسم. القصة ذكرت، نعم سترد معنا. أما شيث، ذكر أهل السير أنه كان بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.